مشاهدينا مساءكم خير خلينا نبدا اخبارنا النهارده من مشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مجموعه الاتصال الافريقيه حول ليبيا على مستوي رؤساء الدول والحكومات عبر تقنيه الفيديو كونفرنس الرئيس السيسي اكد خلال الاجتماع على موقف مصر الثابت من الازمه الليبيه والمتمثل في ضروره التوصل لحل سياسي للازمه والحفاظ على سياده ليبيا وامنها ووحده اراضيها بالاضافه الى الدعم الكامل لاراده الشعب الليبي واختياراته ورفض التدخلات الخارجيه في الشؤون الداخليه الليبيه اخذا في الاعتبار ان استقرار دوله ليبيا الشقيقه يعد من اهم محددات الامن القومي المصري واكد الرئيس على ان مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الارهابيه او الاطراف التي تدعمها مهما كانت الظروف تعال نروح نشوف تقرير عن الاجتماع النهارده ونرجع مره ثانيه شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مجموعة الاتصال الافريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك بمشاركة السيد دينيس ساسونغيسو رئيس جمهورية الكونغو ورئيس المجموعة والسيد رئيس جنوب افريقيا وكذلك ممثلي السادة رئيسي الجزائر وتشاد فضلا عن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ومفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي وممثل عن سكرتير عام الامم المتحدة المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه السفير بسام راضي صرح بان الاجتماع تناول التباحث بشان اخر تطورات القضيه الليبيه ومناقشه سبل التنسيق وتعزيز الجهد الافريقي المشترك لتسويتها وقد اكد السيد الرئيس في كلمته خلال الاجتماع موقف مصر الثابت من الازمه الليبيه والمتمثل في ضروره التوصل لحل سياسي للازمه والحفاظ على سياده ليبيا وامنها ووحده اراضيها بالاضافه الى الدعم الكامل لاراده الشعب الليبي واختياراته كما شدد السيد الرئيس على اهميه ايلاء مكافحه الارهاب في ليبيا اولويه خاصه من قبل الجانب الافريقي لما يمثله من تهديد لاستقرار وامن دول الجوار الليبي القاره الافريقيه ككل، مؤكدا سيادته في هذا الصدد ان مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الارهابيه او الاطراف التي تدعمها مهما كانت الظروف. كما اكد السيد الرئيس مسانده مصر لجهود الاتحاد الافريقي في حل الازمه الليبيه، فضلا عن ضروره التنسيق بين الاتحاد الافريقي وجامعه الدول العربيه بشان جهود حل القضيه الليبيه، في ضوء انها تعد قضيه عربيه افريقيه بالاساس. طيب خلونا بقى نتفق في البدايه كده على حقيقه معروفه للكل حقيقه بتقول ان لكل تعبان ديل وفي تعابين والعياذ بالله من ديلها بيكون اخبث من التعبان نفسه واحقر من التعبان نفسه واخبث تعابين الارض دلوقتي هما النظام التركي اللي بيقودوا الموهوم بالخلافه والعظمه رجب طيب اردوغان فالهري النهارده عن ذيول اردوغان وتركيا في الوطن العربي من سياسيين وكتاب وصحفيين واعلاميين ومشاهير سوشيال ميديا الماجورين عشان يكتبوا اساطير واوهام عن عظمه تركيا واقتصادها القوي في حين كل التقارير الاقتصاديه الدوليه بتشاور على فشل اردوغان وانهيار الاقتصاد التركي وكمان دايرين يتكلموا عن قوه تركيا ووهم الحريه حرية إيه؟ في حين أنه فضايح أردوخان وفساده مالية العالم كله أنتوا بتكلموا في إيه؟ ودايرين يتكلموا عن نزاهة وشرف أردوغان وأنه خليفة المسلمين في حين أنه العالم كله بيوصفه بالإجرام وتمويل الإرهاب ونشر الفوضى في بلاد العرب والمسلمين خلاص ما بقتش تستخبى بقت حاجه معروفه للعالم كله وتلاقي ديول تركيا دول المعروفين في المنطقه زي مين؟ زي جماعه الاخوان الارهابيه اللي عندهم استعداد الحقيقه للخضوع والانبطاح الى ابعد مدى بيهاجموا قرارات بتاخدها مصر والسعوديه والامارات ولما تركيا تاخد بقى نفس القرارات تلاقيهم بيقولوا عظمه على عظمه ويقولوا انه اردوغان ده ملك التوقعات ملك التوقعات المرئيه وشايف المستقبل وحكيم زمانه كتاب كتير وصحفيين هم في الاصل اخوان بيملوا المواقع والجرايد باكاذيب عن عظمه تركيا واردوغان لدرجه انهم قعدوا يكتبوا كتير عن استقلال الدول العربية وحرام اللي بيحصل في ليبيا وحرام اللي بيحصل في سوريا وأول لما أردوغان دخل بعساكره يحتل الأراضي السورية ويهدد باحتلال الأراضي الليبية خضعوا ونخوا وقعدوا يطبلوله وسلم لي بقى على الاستقلال والعروبه والتدخل في شؤون الغير وباقي قايمه الاكاذيب اللي ضحكوا على الناس بيها والجماعه دول زي القرضاوي مثلا وعصام ليما وغيرهم بيسخروا علمهم ويزيفوا الحقايق ويتلاعبوا بالفقه والشريعة ليه؟ ليه؟ ليه بيعملوا كده؟ عشان يحللوا الأردوغان السرقة والفساد والدعارة ونشر الدم في البلدان العربية يا ناس يا ناس ده القرضاوي طلع قال إن أردوغان خليفة المسلمين المنزه عن الهوى عمركم شفتوا وضاعه اكتر من كده؟ طب يعني طبعا ده غير ديول تركيا اللي هربانه بقى في قطر واسطنبول وبتقبض بالدولار عشان يمجدوا في تركيا وسراج ليبيا اللي خان الشعب الليبي يا عيني على الشعب الليبي صعبانين عليا. وسلم نفسه ورقبته وباع البلد لتركيا يا سلام وبقى خادم لأردوغان رسميا ويا عيني على الشعب الليبي اللي عايش بيتقلب على الجنبين اخواتنا وحبايبنا الجانبين دول جنب كله ميليشيات وحرب ودم بيمولها الاتراك والقطريين وجنب تاني في نار الخيانه والناس اللي بتبيع وتبيع ثرواته لصالح اللي يدفع اكتر ده طبعا غير نار كذبه اردوغان الكبيره انه رايح سيادته عشان ينقذهم تنقذ مين؟ بينما انه الحقيقه انه هدفه الخراب. الغريبه والعجيبه اننا ما بنسمعش صوت ديول تركيا دول في المنطقه وكانهم اتخرسوا واحنا بنشوف الاخبار المؤكده اللي بتقول انه اردوغان رغم كل ظروف كورونا والمأساه اللي بيعيشها العالم لسه عطشان للدم وبيستغل الظروف وشغال في خطته. لتمويل ودعم الارهاب في الوطن العربي يعني النهارده مثلا المرصد السوري لحقوق الانسان اكد على وصول دفعه جديده بتضم 120 مسلح من المرتزقه الى معسكرات تدريب جنوب تركيا وده بعد خروجهم من منطقه عفرين السوريه تمهيد لايه بقى؟ لنقلهم لليبيا يا سلام طيب بالرغم من ان العالم كله بيعاني من تبعيات ازمه كورونا اللي احنا اصلا مش عارفين شكل العالم بعدها هيكون ايه؟ الا انه السيد اردوغان مصمم يصطاد في الماء العكر مصمم يدمر دول عربيه مسلمه ويغرقها في الفوضى والارهاب هي ليبيا دي مش دوله عربيه هي ليبيا دي مش دوله مسلمه كل ده ليه بقى علشان يرضي اولا غروره ووهمه انه خليفه المسلمين والامين على الامه الاسلاميه أردوغان مصمم أنه يفكك سوريا وليبيا ويخلي أرضها ساحة دم بين ميليشيات مسلحة وطبعا اللي بيحصل في ليبيا ده هدفه الأساسي هو تهديد مصر ورانا ورانا الراجل ده يا جماعة كله شر لكن يا ما دقت على الراس طبول ويا ما خضنا معارك من فئات احقر من ديول ومرتزقة أردوغان وإحنا على يقين وثقة إن الدولة المصرية أقوى من كل ده ودايما على فكرة تلاقي الرد المصري بيكون على الأرض فعل مش كلام ويمكن ده يوضح أكتر في الاجتماع المهم اللي كان امبارح في رئاسة الجمهورية علشان بحث التهديدات الامنيه اللي بتحصل في ليبيا بعد المسلحين اللي بعتتهم تركيا تركيا بعته مسلحين لليبيا وفي الاجتماع ده تم التاكيد علي انه مصر هتاخد كافه الاجراءات لحمايه امنها القومي مهما كان مصدر التهديد واكد الاجتماع ده على دعم بقى الجيش الوطني الليبي ورفض اي خطط لتقسيم ليبيا ونشر الفوضى في ارضها مش هيحصل وخصوصا انه التدخلات التركيه في ليبيا تخترق قرارات مجلس الامن اللي بتنص على عدم دعم اي جماعات مسلحه في ليبيا والوصول الى حل سياسي سلمي يجمع كل الاطراف الليبيه ومش فرضه بالسلاح عموما هما دول ديول تركيا في المنطقه حربوهم وافضحوهم واكشفوا اكاذيبهم واذا كان التعبان التركي بيرقص رقصته الاخيره والمفضوحه امام العالم فديوله هتفضل ترقص شويه بس احنا بقى واجبنا اننا نقطعها ان شاء الله طيب النهارده بقى هنقول خبر تاني النهارده كمان تم عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرنس ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك فضلا عن وزيري الخارجيه والري ورئيسي جهازي المخابرات للبلدين الشقيقين تناول الاجتماع ملف سهد النهضه الاثيوبي من كافه جوانبه وأوضح رئيس وزراء السودان خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالا برئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد لإستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن. نروح بقى لفيروس كورونا. النهارده وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وده أعلى معدل إصابة يومي أعلنته الوزاره حتى الآن وكمان تم تسجيل 14 وفاة جديدة ليكون اجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 13484 حاله و659 حاله وفاه وفي بيان النهارده كمان اعلنت وزاره الصحه عن خروج 302 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 3742 حاله حتى اليوم بص يا جماعه أنا عايزة أقول حاجة أنا بصراحة أنا تعبت أنا أنا يعني كوني إن أنا كل يوم نقعد أنا طبعًا وزمايلي وكلنا والدولة والمسؤولين يعني يا إخوانا كورونا مش بتفرق لا في مناصب ولا شخصية اجتماعية تقول أنا مش هروح لها ولا شخصية عامة كورونا تقول أنا مش مش هروح لها ولا شخص عادي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اتصاب في كمان المهندس سامح فهمي وزير البترول الاسبق اتصاب ربنا يشفيهم ان شاء الله ويشفي كل مريض وكل مرضى كورونا اللي عايز اقوله انه مش ده علشان مثلا اخويا وده صديقي وده قريبي وده حبيبي انه مش هيعديني يا جماعه الكورونا ملهاش دعوه بالقرابه والصداقه الجرو... الكورونا من بني ادم لبني ادم مين كان بقى الاتنين دول يا جماعه انا تعبت من التنبيه والله كل يوم وناس كتير جدا لا بتسمع ولا بتشوف ولا مهتمه الناس النهارده بتجهز دلوقتي انها تروح الجونه وتروح الساحل ورايحه تصيف وقاعده تتفق مع بعض انه هنشوف بعض وهنتغدى مع بعض ونتعشى مع بعض ونتقابل مع, مع بعض ونقعد مع بعض طب يا جماعه انتوا يعني انا ما عنديش انا شايفه انه ما فيش مشكله ان اللي عايز يسافر يسافر يقعد في بيته ويقفل على نفسه مع اسرته اللي قاعد فيها انما ان الترتيبات وجداول المقابلات والخروجات يا جماعه انتوا بس ناسيين ان في كورونا وفاكرين بس ان في عيد خليكوا فاكرين لما ترجعوا هيحصل كارثه هيكون في كارثه طيب آه. النهارده اعلنت وزاره الصحه عن سيطره رجال الحمايه المدنيه على حريق محدود مساء اليوم بعدد من الاشجار داخل مستشفى حميات امبابه واكدت الوزاره على ان الحريق كان خارج مبنى المستشفى ولم ينتج عنه اي اصابات او وفيات. واكدت وزاره الصحه على انتظام سير العمل بالمستشفى وان المرضى داخل المستشفى يتلقون الخدمه الطبيه على اكمل وجه والمستشفى شغاله ومستمره وبتستقبل المرضى وبس موضوع الاشاعات اللي طالعه دي احنا بنحدد وبنقول وبنوضح الحقيقه المستشفى مازالت في تقديم خدماتها الطبيه ومستمره ومفيش اي حاجه واحنا هنطلع فاصل ونرجع نستكمل بقيه حلقتنا مشاهدينا اهلا بكم ورجعنا مره تانية وعايز اقول لكم انه او عايزه اقول انه في ناس بتقعد سنين تشتغل قدام الكاميرا عشان الناس تعرفها وتحفظ اسمها وتعرف ملامحها وده العادي في عالم التمثيل لكن انه شخص يبقى ترند والناس كلها تتكلم عنه ويبقى أشهر من ممثلين بقالهم سنين في الوسط الفني فده بقى يعني اللي مش طبيعي ضيفنا النهارده صاحب أشهر صورة في دراما رمضان السنة دي ضيفنا هو لغز مسلسل البرنس اللي مع كل حلقة من المسلسل بيزيد فضول الناس عشان يعرفوا مين صاحب الصورة اللي الفنانة روجينا أو فدوى بتقف قدامها وتترحم عليه. معانا النهارده الفنان احمد عبد الحي او صاحب الفضل في مسلسل البرنس اهلا بك يا صاحب الفضل الله يخليك يا فن... ومبروك نجاح المسلسل الحمد لله وبس في الاول عايزه يعني نعرف مين هو الفنان احمد عبد الحي احمد عبد الحي مصري من تراب مصر والنعمه <applause> وطبعا مصر دايما ولاده بالفنانين والمذيعين والاعلام من رؤساء الجمهوريات عندنا زعماء الله يرحمهم كبير وصغير وكل الشعب مصر باذن الله دايما ولاده بكل حاجة ف... حرك يعني فنان وشاركت في ادوار كتير، ممكن نعرف مثلا ايه ابرز الشخصيات اللي عملتها؟ <applause> هو مبدئيا الاستاذ محمد سامي لما رشت. ما احنا هنيجي لدي بس مش عايزين نحرقها دلوقتي، <applause> انا عايزة الساده المشاهدين يعرفوا الاول الاول مين هو احمد عبد الحي مشاركتك السابقه مثلا، اعمالك اللي فاتت، عملت ايه وايه مثلا؟ قول لنا عملين ثلاثه من اللي عملتهم، واكيد هنرجع لاهم حاجه صاحب الفضل. يعني في كان مسلسل دي شغال بتاع الزعيم عادل امام فالنتينو. كنت طالع في مشهد مع مدام صفاء جلال. من ضمن صحاب مدارس الخاصه. وكنا بنبحث عمليه زياده المصاريف والمدرسين، فكنا عاملين اجتماع لك ده مشهد كان في الحلقه واحد 21 مم. غير كده عندي كنت دور سعد زغلول حضرتك سعد زغلول بي. وعملت أيوة. العقد وكل حاجه بس جت كورونا وقفت العمل. مم. في حاجه تانية بتاع محمد علي باشا مم. عن مذبحه القلعه كان فيلم تسجيل عن المذبحه فكنت قايم بدور مم. محمد علي. انا ملاحظه انه الادوار اللي بيختاروك فيها ادوار الهيبه. يعني ده من عند ربنا بقى اه يعني بنعيد او حاجه بسيطه من الممثلين الكبار بتوعنا الله يرحمهم تمام طيب ن نيجي بقى لموضوعنا بقى صاحب الفضل ايه بقى قصه صاحب الفضل وجت ازاي وايه اللي حصل وازاي قابلت المخرج محمد سامي والله هو لغايه دلوقتي ما ما اتقابلتوش ما اتقابلتوش ابدا طيب جالك ازاي بقى ال هو لما بيعمل بي... مسلسل او عمل فني بيختار أوه. فجي اختار من المكتب اللي انا بشتغل معاه ايوه عايز مجموعه صور فكان من ضمن الصور او الترشيح بتاعه ليه اه هو فعمل... عنده حاسه هو عنده نظره طبعا محترف محترف بالظبط ربنا يوفقه ايوه ف... قال لي المكتب روح اعمل صوره فوتوغرافيه. عملت صوره لابس بدله وعليها عبايه. طب ايه الصوره ديت؟ <applause> قال لي دي اكبر تاجر مخدرات. هو انا خلاص؟ مين بقى اللي رسم الشخصيه الاولى دي؟ لان دي الاولى اللي هي اكيد ما نفعتش. دي ما اعرفش هو الاستاذ محمد سامي هو اللي كان اول صوره دي عملتها. تمام. بعدين اكتشفت ان هو طالب صوره انا كنت عاملها في اعلان في مدينه الانتاج. <applause> عن اعلان يعني مع الاستاذ مع علينا ايوه ان انا لابس بورنوس مايو احمر هننزل في مخطط ساونا <applause> كان عن اربح المليون ملايين الدولارات كده ايوه فشافها اه وده كان فايت عليها بتاع 10 اشهر انا كنت في البريك فانا قاعد قال <applause> لك اقف هنا بقى انا كنت قاعد بعد البريك فقاعد نفس قعدتي وبشرب كوبايه الشاي مستني ان احنا نخش على اللوكيشن عشان نصور المشهد ونقلع وننزل المخطط اه فاحنا في الراحه بتاعتنا فاخدت كوبايه الشاي وقعدت في حته كده في جنينه وزميل لي قلت له لو سمحت خد الصوره دي خدت خد صوره واثنين وثلاثه جه شافها الاستاذ محمد سامي بعد الصوره الاولانيه قال انا عايز ديت وتتاخد بطريقته هو بقى اه يتعملها فوتو سيشن بقى مخصوص بالظبط اه وكتين. الصوره نازله معانا يا جماعه اهي اس... طب ما تيجي نشوف بقى مشهد كده و... وفدوى وهي بتتكلم عن صاحب الفضل يلا يا جماعه ونرجع تاني شفيتم يا حاج؟ شفنا وشفاكم الله شوف يا فدوى أنا حبيت القعدين تبقى عندك وبحضورك عشان تبقي شاهدة على كل كلمة من كلامي وتعرفي أني بكبرك وربنا يعلم مع من يوم الحج جوزك الله يرحمه حج صلاح الله يرحمك يا حج يا صاحب الفضل سيرة الحب ألف رحمة ونور عليك يا ست الله يرحمك يا صاحب الفضل كان هيحب الصنف ده قوي كان بيموت في سومة أبقى كدابة لما قلتلكش إن ده أعلى بس أنا عايزة 200 فرش من أبو قديم الله وأتعملي بيهم إيه؟ مش لسه قايلة ده أعلى؟ لما الزبون يلاقي صنفه اللي بيدور عليه موجود وفي صنف جديد يتقال له حاجتك أهي موجودة في حاجة أعلى كده ممكن يأمن لك وياخد من الجديد لو ديني إنما لو ما لعبتهاش معاه كده هيفتكر إن أنت بتقول له على الجديد أعلى عشان هو اللي عندك. هياخد الكيس ويجري يفرجه لدولارات مصر وقال لهم ما عندكوش زي دي؟ كأنه يا دار علامه اللي تايه منه في المولد. <applause> دماغك الله أكبر ولا دماغ ملكة إنجلترا. الصلاة على النبي مش بس حلاوة. حلاوة ودماغ. تسلم يا حاج. استاذ احمد بعد النجاح الكبير في الصوره دي هل كنت متوقع النجاح ده؟ لا طبعا ما كنتش متوقعه حاجه بقى فضل ربنا علينا اه طب ايه ابرز الـ الـ الردود اللي جات لك على الصوره؟ يعني كان في صحفي معلق عليها ان صوره لممثل اتشهر بصوره احسن من الممثلين عملوا بطوله مسلسلات صح ما زي اللي بقوله قلته في المقدمه ده حقيقي ده حقيقي فدي اسعدتني طبعا طبعا عملت لي طبعا رواج و... ومشاهده ومشاهدات وانتشار بدليل اللي بيساله الاستاذ احمد زاهر امم قال ده اتشهر اكتر مننا في المسلسل <applause> ما شاء الله هيحسدوك بقى الظواهر والله يا ابدا ده كل ده الحمد لله بفضل ربنا يعني طبعا فارجو يعني ان اه طب حضرتك يعني برضو هسالك سؤال بس جايبني فيه بصراحه بس انا عارفه ان حضرتك بتتكلم الصراحه يعني النجاح اللي, اللي نجحته من خلال الصوره ما خلاكش انك تبقى زعلان انك ما كنتش موجود شخصيا في هذا العمل وكنت تتمنى انك تبقى موجود في هذا العمل اكيد لازم كنت اتمنى اكون في العمل واكون متكلم ويكون الاستاذ محمد سامي اداني مساحه زي الصوره لا اديني مساحه للكلام وبتاع انما اللي جاي احسن اللي جاي ان شاء الله يكون احسن طيب وقابل برضو الاستاذ محمد سامي آه، سؤال بصراحه اكتر بقى مم. مش عارفه هتجاوب عليه ولا لا انا صريح وعلى طول ما فيش اخدت أجر عن الصوره دي اه طبعا عمل لي عقد مع طب حلو ده كويس في صوره طيب. خدت كويس في الصورتين اللي طلعت آه. واللي لسه ما عرفش هتطلع امتى اللي هي لابس بدله وعليها العبايه بس انا مم. بعتها برضو في الصور اللي ايه نسيتك ده اول مره يحصل عقد مع حد ظاهر في صوره ما مثلش فدي حاجه كويسه برضو الحمد يعني الحمد لله ما برضو نظره الاستاذ محمد سامي طبعا يعني برضه ما في مكالمه تليفونيه معاه قبل او بعد النجاح الصوره مع المخرج او اي حد من نجوم المسلسل ده والله الغد دلوقتي ما, ما حصلش اي اتصال ليش. ما آه بينكم لا. يعني بس آه. اتمنى آه. بس آه. نتقابل بشغل آه. مش بصوره اه اه طيب بتتابع المسلسل طبعا, آه. طبعاً. مش كده اه, آه. مستني لسه اشوف الصوره الاولانيه آه. هتطلع ولا لا اه دي لسه بقى ما ظهرتش بس. طيب بتتابع المسلسل بأي عين؟ يعني عين المشاهد ولا عين الشريك؟ الاتنين الاثنين. اه يعني ايه ع... الفرق يا فندم؟ الفرق ان انا من ضمن الجمهور المصري اللي عايز يعرف المسلسل ايه اللي هيتم فيه؟ اه, آه. وفي نفس الوقت من واحد من ضمن المشاركين في العمل ولو انها صوره امم امم واشوف بقى تعليق آه م -م. احمد زاهر لما المدام رجينا بتشده كده وتنرفزه ويقعد يشتم ويقول ف وبعدين الواحد برضو يشكر مدام رجينا على الاداء اللي هي بتعمله طبعا, طبعًا. ممكن يكون اداء فدوى هو اللي خلى صوره صاحب الفضل يبالها طبعا آه. يعني هي عملت اضافه بدورها يعني طبعًا. ممكن طبعًا. يكون مع احترامي لكل الفنانات لكن ممكن كان يبقى في فنانه تانية ما تظهرش الصوره بادائها ده انا يعني هي اجادت قدام سعادتك اه وهي مش عايزه اضافه في اي دور تعمله هي نجمه كبيره اه وربنا يوفقها للاحسن ولو فنانة جميلة يعني, يعني. هي ممثلة شاملة كل حاجة وبتأدي دور مش أي حد كان يعمله ده حقيقي ده حقيقي آه أنا بقى ملاحظة حاجة حضرتك قاعد نفس قعدة صاحب الفضل طب ايه بقى حكايتك مع لا 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 حضرتك خليك لو سمحت ارجوك خليك خليك براحتك على الاخر ايه حكايتك بقى مع القعده دي ربنا سبحانه وتعالى هي قعدتك كل... فعلا يعني انت ما كنتش طول. بتمثلها في الصوره بقول لسيادتك انا قاعد كانت بعد البريك وقاعد بشرب كوبايه شاي ونجهز نفسنا عشان ننزل اللوكيشن ونعمل المشي نقلع مم. على البرانس وننزل المي ده حضرتك حتى لابس شبشب بالحمام شب يعني الابيض كمان بتاع البورنوس ده اه طقم اه الطقم. آه. <تصفح> بس كان ناقص بقى في صوره ثانيه انا بعتها اه الانسيال الذهب اه جنزير الذهب اللي في رقبتي اما تنزلوا يا جماعه شوفوا لنا كده الصوره حاولوا تشوفوها وبعد ما اتعرضتش في المسلسل لا اه اه هو الاستاذ الاعداد اخدوها ولا ايه لا هي في المسلسل آه ما نزلتش اه لا دي الصوره الرئيسيه اللي انا كنت ايه فيها في المشهد آه من 10 اشهر اه غير دي مم مم انما نظره الاستاذ محمد سامي انه هو عايز يطلعها كده ايوه بدليل انه ما خدش الصوره آه, اه لا هو عمل صوره تانية ايوه بنفس الاسلوب ده هو سوسه قوي الصراحه لا يعني هو مخرج ابدع سوسه جدا هو ابدع هو يعني بصراحه دماغ دماغ قناص بينشن على الهدف بتاعه انا سمعت ان سيادتك كنت مستضيفاه صح ده حقيقي وبلغني ان هو اتكلم و... او سيادتك جبتيه في الكلام أي طيب الراجل ده قال لك ما اعرفش الكلام ده صحيح ولا لا اشد بحضرتك حقيقة ف حتى كنت نعمل اخر مشاهد ف... اه قال حضرتك فنان زميل آه. وراجل محترم وقبل انه يطلع بالطريقه آه. ديت بتاعه مقدر ده وانك اضافه والله يبقى يشكر جدا واتمنى اشتغل معاه بس ما يبقاش صوره <applause> طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال فضلت. لو حضرتك كنت في العمل ده انت اتفرجت عليه آه. كنت شايف نفسك ممكن تكون في دور مين من غير تفكير لا في دور اكيد مين؟ شفت المسلسل وانت بتقول لنفسك طب ما انا كان ممكن بدل الصوره دي اكون اعمل الدور ده ما حصلش معناه انا اه انا اعمل اي دور ايوه بس في... واشتغل مع اي حد من الفنانين وم... الحمد لله جدا هي... بس اكيد كل واحد بيشوف هو بيحب ايه ممكن يجيد ويبدع في انهي دور يا فندم اللي بيشتغل شغلانه ممثل او بيلبس الشخصيه تمام يعمل اي شخصيه تمام. اي شخصيه يعملها أه عموما انا يعني الحقيقه منتظره ان رمضان الجاي يكون فيه عمل كبير وبرده تبقى مع المخرج الفنان الاستاذ محمد سامي وبرده هاجي واقعد القعده مع حضرتك بالظبط كده آه. وتنورنا كنا قبل كده بنتكلم على البرنس يا ترى اللي جاي هيبقى أيوة ايه أه. بس برضه يبقى مع الاستاذ محمد سامي ان شاء الله واحنا تشرفنا بوجودك معانا النهارده انا اللي سعيد في ليله القدر ايوه كل سنه وحضرتك طيب يا فندم تقابلنا فكل خير باذن الله ان شاء الله, الله باذن كل... الله والف مبروك لان لازم ابارك مدام روجينا على الاداء ده والاستاذ احمد زاهر برضه رغم ان هو اه <applause> <applause> بس يش. كان بيغير منك في الصوره فهو برضه كان واضح دور في حلو واضاف آه آه وحط آه 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 لي صورته في كل حته هو آه المحافظ في دخلة المحافظه ولا ايه آه يعني ايوه فكانت بتبسطني يعني معاه برضه ونعمل شغل مع بعض بنتمنى لحضرتك التوفيق فندم وشكرا للفنان احمد عبد الحي نورنا النهارده انا يعني سعيد وشكرا على استضافه حضرتك الله يعني شرف بوجودك معانا النهارده الله يخليك يا فندم مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نستكمل بقيه فقرات حلقتنا النهارده عَلِمْتُ بِأَنَّكَ الرَّحْمَنُ رَبِّي عَلِمْتُ بِأَنَّكَ الْغَفَّارُ طيب ومشاهدينا عايزه اقول ان موضوع الليله الحقيقه ليه خصوصيه عند كل الناس بنتكلم النهارده عن ليله القدر اللي كلنا بننتظرها من السنه للسنه ليله ربنا سبحانه وتعالى قال عنها في كتابه الكريم خير من الف شهر ليلة القدر اللي كلنا بندعي فيها إنه ربنا يرحمنا ويرضى عنا ويغفر لينا ويرفع عنا البلاء والوباء اللي ابتلينا به النهاردة الحقيقة بنتمنى وندعي ربنا إنها تكون ليلة القدر اللي بتنزل فيها الملائكة والرحمات وبتكون فيها الدعوات مستجابة ومشرفنا النهاردة للاحتفال بهذه الليلة المبتهل محمد علي جابين المبتهل في إذاعة القرآن الكريم اهلا بحضرتك اهلا يفندي. وسهلا يا فندم وكل سنه طيبه ونسال الله الكريم رب العرش العظيم في البدايه ان يرفع البلاء والوباء اللهم فيروس كورونا يعني يصرفه عنا وعن العالم كله ويصرفه عن مصر الحبيبه ويحفظنا ويحفظ شعبنا من أمين هذا يورب. الوباء لذلك انا بدات الابتهال بتاعي أوه. بدعاء وتضرع الى الله سبحانه وتعالى في هذه الليله المباركه انه يرفع الكرب عنا يا رب. يا رب الليله المباركه دي بقى يا فندم عايزين نعرف فضل ليله القدر. آه بسم الله الرحمن الرحيم. آه. إن أنزلناه في ليله القدر. ليله القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكه والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هنمشي حبه حبه كده مع الآيه. ايوه. إنا أنزلناه في ليله القدر. ايه هو؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى الاله القدير انزله انزل كتابه القدير يبقى قران ربنا الكريم العظيم القدير الذي انزل من رب قدير في ليله قديره على نبي قدير بواسطه ملك قدير اللي هو سيدنا جبريل الله, الله. فكل ده بيشكل الله ليلة على القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر ليلة مباركة إن أنزل الله فيها كتابه القدير على نبيه القدير محمد صلى الله عليه وسلم <applause> أشرف الأنبياء والرسل في ليلة مباركة قديره الليلة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر في ليلة مباركة على نبي قدير. فيها يفرق كل أمر حكيم يعني الليلة هذه ليلة عظيمة لماذا خصها الله بهذه العظمة لما قلته لك أنه الإله القدير سبحانه وتعالى أنزل كتابه القدير على نبيه القدير صلوات الله وربي وسلامه عليه بواسطة ملك قدير اللي هو سيدنا جبريل الروح الأمين في ليلة مباركة إن كنا منزلين في آية تانية سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة يبقى من أسمائها هي ليلة الليلة القدر المباركة والليلة المباركة وليلة القدر. طب هي ليلة مباركة ليه؟ أي. فيها يفرق كل أمر حكيم فيها توزع إلى الكتبة أقدار العباد للسنة القادمة يا سبحان الله والأرزاق والأجال يعني تتنزل هذه الأمور على الكتبة فمن اللوح المحفوظ فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا من عند مين؟ من عند الإله الخالق اللهم سبحانه بلغنا وتعالى. ليلة القدر يا عزيزي. فهي ليلة عظيمة خصها النبي صلى الله عليه وسلم <applause> فقال صلوات ربي وسلامه عليه من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا هو ده غفر له ما تقدم من ذنبه. ايوه الناس بقى تعمل ايه بقى النهارده؟ انا عايز اتكلم على سنة نقطه. لسنه النبي عليها افضل الصلاه والسلام. انا برضو عايز اتكلم فضل. على نقطه معينه بعض الناس بي يعني بي بيقولوا ان هي ليله 27 ليله القدر. وردت احاديث ايوه ان هي مش محدده اه هي ليله هي ليله وتريه وردت انا اقول لك الاقوال كلها اللي وردت آه آه. انها تتنقل في العشر الاواخر ايوه و... بس وتريه وتريه اه طب احنا عندنا ليالي وتريه في بعض البلاد الثانيه ال... ال... أيوة بيسبقنا ال... 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 لو حد قبلنا آه. بيوم او بعدنا بيوم هي تصبح ليله متنقله وردت انها ليالي وتريه وورد انها تتنقل بين العشر الاواخر من رمضان ووردت يعني احاديث متنقله تتنقل يعني, يعني هي النهاردة ربنا سبحانه وتعالى عشان فرق التوقيتات آه. ممكن يخليها لو كان مثلا مثلا زي بعض الأوقات ما بيحصل المملكة العربية السعودية تكون مزدر. مثلا سبأنا بيوم نعم. فبتختلف نعم. فأم يبقى عندنا النهاردة ليلة القدر وهو مثلا تبقى يوم تاني نعم. ولا بتبقى إزاي مش فاهمة من هو الإله العظيم سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقدرها اليوم هنا ويقدرها سبحانه وتعالى في مكان آخر لأنه هو خالق الزمان والمكان سبحانه وتعالى فوردت الله. انها ليله وتريه أيوة. انها ممكن تيجي ليله واحد 21 ممكن تيجي ليله 23 اخفاها الله عنا ليه ليه ربنا اخفاها عننا سبحانه وتعالى عشان نجتهد في العشر الاواخر أيوة. الهدف عشان ما حدش يتوكل آه. ويبقى نقعد نايمين طول, طول العشر ايام ونيجي ليله القدر ندعو هو المطلوب مننا ان نجتهد بالعباده في العشر الاواخر من رمضان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخلت العشر الاواخر اي اهله صلى الله عليه وسلم ايوه واقام ليله وشد مئزره ده دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يامرنا بالاجتهاد في العشر الاواخر من رمضان لان ليله القدر مش هتخرج عن العشر الاواخر طيب سؤالين بقى مهمين جدا عشان الوقت الحلقة وعايزة يبقى فيه دعاء وعايزة اجاوب على سؤالين فضل. اهم سؤالين عندي عايزة اجابتهم بس معلش انا اسفه باختصار لان وقت البرنامج م. عايزة اعرف علامات وهل العلامات دي بتتكرر حتى لو ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر إنها تبقى عندنا النهاردة وتبقى في مثلا في بلد تانية بعد يومين لا هي العلامات واحدة مش هندخل في ده العلامات واحدة نا بس نا هتبقى النهاردة لو ليلة القدر عندي النهاردة هتبقى العلامات النهاردة وتعاد مرة أخرى لنفس الدولة الأخرى مش كده؟ طيب العلامات عبارة عن إيه؟ واحد اثنين، ثلاثة، أربعة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم علي الصلاة أنه والسلام في صبيحة اليوم الذي... يلي أي؟ يعني يعني ليله القدر النهارده بكره الصبح تمام لو لقيت الشمس طالعه بيضاء أوه. من غير شعاع ليس لها شعاع يعني صباح ابلج اه الشمس أوه. يعني في الشروق في في وقت الشروق أوه. تلاقي الشمس طالعه صافيه صافيه ليس لها شعاع تمام وتلاقي ان في سكون ما تسمعيش هدوء هدوء وسكون، طب السكون ده ليه؟ ربنا قاله سلام السلام والامان الله والسكون تجديه في صبيحه اليوم التالي تلاقي الدنيا هدوء وبعدين الهدوء ده والسكينه دي صحيح ما فيش حيوانات بتطلع صوت يوم يعني يقال و... انه ما تسمعش نعيق الكلاب اعزك آه الله اه ف... اه الجو لطيف وجميل في هذه هزي... في صبيحه اليوم آه. الذي والسماء السماء صافيه صافية نعم تمام وردت انا يعني مش عايزه انا يعني طيب. اسرد الاحاديث أوه. ولكن هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل هذه خلاص كده العلامات نعم. طب احنا نعمل ايه في ليله ده بقى اخر حاجه هنعرفها <applause> عشان عايزين دعاء طيب لا ندي إن ابتهال <applause> ابتهال لله سبحانه وتعالى تمام. في تمام هذه الليله المباركه دل. يا ليله تلقا بالف شهر اله العرش اعطاها قلوبنا بالهدى والحب قام ماتون تدعو إلى الورى في الشهر نلقاه لنا ليلة في العمر نهواها فيا كريم افض خيرا فإن لنا قلبا بنور الهدى القدر قل الله بس. الله الله تفضل. في روشته سريعه ممكن نعملها دلوقتي ايوه يا ريت اه عشان, عشان كلنا اللي بيسمعني نعملها الليلاد عشان نفضل نتكلم ابتداء من دلوقتي دلوقتي يلا بينا. نقوم نتوضا يلا ونصلي ركعتين وبما ربنا يفتحوا علينا من ايات مش شرط يكون حافظين صور كتيرة آه. تصلي ايتين تتدبرهم آه وتفهمهم وتعيهم ممكن حد ممكن في القيام الليل مفيش ممكن حد حافظ حاجه حتى لو قل الله احد طيب ماشي نسهلها على الناس وتقف بين يدي الله وتكلم ربنا دلوقتي نقوم بما يجود بيه نفسك بما يفتح الله عليك اللي وعليك. عايز تقوله نتوضى ونقوم نصلي وناخد ولادنا وحبايبنا جنبينا ونصلي وندعي ونقول يا رب اكشف البلاء عنا يا رب اكشف الكرب عنا يا رب اصرف هذا المرض والوباء عنا يا رب احفظ بلدنا احفظ جيشنا احفظ مصر واحفظ رئيس مصر واحفظ هذه البلاد الغالية التي هي صمام أمان للعالم كله للعالم الإسلامي كله مصر الحبيبة ندعي ونصلي ونذكر ربنا سبحانه وتعالى وأنا عايز أقول حاجة يا جماعة ربنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ليه ما نشغلش نفسنا بذكر الله سبحانه وتعالى نسبح ربنا نقول سبحان الله نقول الله اكبر آه الله اكبر من كل شيء الله اكبر من من, من الظلم الله اكبر الله, الله اكبر سبحانه وتعالى ربنا كبير الله وربنا الله بيحفظنا وبيحفظ بلدنا بكلمه الله اكبر الله اكبر على كل من يعتدي على بلدنا الله اكبر على الارهاب الله اكبر على التطرف الله اكبر من كل شيء دايما نتعلق بالله سبحانه وتعالى دائما نكثر من تسبيح الله سبحانه وتعالى وبعدين نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين, وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم, لكم, لكم انهارا والصلاة على سيدنا النبي جه واحد من الصحابة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله ماذا اجعل من دعائي لك صلاة عليك يعني انا بدعي طب انا عايز اخلي الصلاه عليك من دعائي قال له اجعل صلاتي عليك من يعني اجعل ثلث دعائي صلاه عليك قال ان زدت قال ان زدت فهو خير قال ماذا لو جعلت دعائي كله صلاه عليك يا سيدي رسول الله سيدنا النبي قال له ايه؟ قال لي يكفى همك ويغفر ذنبك احنا مش عارفين قيمه الصلاه على سيدنا ربي. النبي صلى الله عليه وسلم الله وانا عايز اختم وسلم على سيدنا محمد بصلاة طيب. على سيدنا النبي صلى, صلى الله عليه وسلم سؤال قبل ما نختم بده دلوقتي يا فندم في ناس كانت ما بتعرفش تصلي الا مع ورا الامام اللي هو م. اوقات الناس كانت في العشرة الاواخر في صلاه القيام وكان بتروح المساجد وبتروح الحرم وانه هل يجوز انك تصلي مثلا لا يعني أوه. تشغل يعني مثلا لو التلفزيون مباشر لا. تسجيل ما ينفعش, ما ينفعش. طيب ليه س... لان انا في حال الصلاه هو ده جهاز طيب ده جهاز لكن في امام لو صليت ورا امام اه لكن ده جهاز تكون شايفه طبعاً يعني طبعا شايفه يكون في اتصال في الصلاه مكنش فيه يعني طيب آه، تاني سؤال واخر سؤال مم. حضرتك دلوقتي في ناس برضو ما بتعرفش انها تدعي وبتحب تخشع مع الامام لان الامام يعني آه بيط... زي ما حضرتك دلوقتي خلتنا نخشع بيه. الخشوع ده واردات من الله سبحانه وتعالى. تمام. بس تحضر الله. هل بقى. الصلاة لأ. حتى كمان الدعاء لو بعد ما صليت انا. نعم. نفسي. وصليت ما. قيامي. م. هل ما ينفعش ان انا اشغل اي تسجيل صوتي وامن وراه? التنوع حلو. عشان تضيعي الملل. بمعنى انا اصلي ركعتين لله. طيب ممكن. بعد خمس دقائق امسك المصحف واقرا قران، خلاص خم... خلصت الخمس دقائق اشتغل في, الت... في الاذكار في التسبيح في تحميد ربنا في الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اشغل زي ما انت قلت حضرتك كده آه، شيخ معين بسمعه اه, آه، مليح في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله آه، ده فالتنوع صلي. ده كله بيخلق جو ما تمليش من الذكر عموما آه، يعني ممكن اشغل دعاء وامن وراه؟ وانت بتصلي لا لا بعد ما اخلص آه صلاة. آه طبعا ممكن؟ بس حلو أحسن ده حاجة يا دكتورة أحسن حاجة ما خرج من القلب طبعا ممكن ربنا إضافة حد يحب يجود يزيد الطاعة بتاعته ويرتقي بالطاعة على عينه عراسي بس أفضل حالات الدعاء استجابة تمام ما كانت منك إليه بدون واسطة طيب خلي خلي الصله بيني وبين ربنا على طول دايركت آه، مفيش واذا سالك عبادي عني فاني, فإني قريب دعوه دعوه الداعي اذا دعاني طب انا يا فندم معلش انا هختم قبل ما اسيب الناس معاك في اخر حاجه بقى طب. دعاء آه يا جماعه الخلاصه في ختام فقرتنا انه ما احوجنا للدعاء وما احوجنا للابتهال في ليله النهارده ان احنا نتضرع ونخشع ولا يتوقف لساننا عن طلب المغفره من المولى عز وجل ندعو الله ان توافق الليله ليله القدر وان تكون لنا لا علينا وانه يزيل الله الغمه ويرفع البلاء وان ياتي رمضان القادم ونحن وكل من نحب وكل العالم بخير وأن يجينا الله بحق هم. ليلة القدر هم. التي تنزل فيها الرحمات وأن يشملنا القدير بواسع فضله ويحفظ بلدنا من كل شر وسوء وتسبوها على ألف خير ورحمة ليلة القدر وأسيبكم مع فضيلة الشيخ محمد والدعاء يا رب. اللهم اني اسالك بنور وجهك العظيم الذي ملا اركان عرشك العظيم ان تصلي وتسلم على سيدنا محمد ذي القدر العظيم في هذه الليله المباركه يا عظيم نسألك يا ربنا أن تعفو عنا أجمعين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا حفيظ احفظنا بحفظك يا الله، احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، احفظ جيشنا يا احفظ شعبنا يا رب احفظ مصرنا يا رب اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا اللهم اصرف عنا الوباء اللهم بلغنا ليلة القدر يا الله اعف عنا يا من النار يا الله اللهم ارحم والدينا يا الله، اللهم من كان منهم على قيد الحياه فارزقنا برهما يا الله ومن كان في دار كرامتك فنسألك في هذه الليلة المباركة، من كان منهم مسرورا فزده كرامة وحبورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا محزونا فارحمه اللهم في هذه الليلة المباركة، وبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا. قمنا برحمتك شر ما قضيت إلهنا وخالقنا ليس لنا رب سواك فندعوه وليس لنا إله غيرك فنرجوه نشتكي وأنت المولى الناصر أم بمن نلتجئ وأنت للقلوب جابر إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا ليس لنا إلا عفوك وجودك فجد علينا يا الله، ارحمنا يا الله، سامحنا يا الله، ارحم شهداءنا يا الله، احفظ مصرنا يا رئيسنا يا الله وفقه لكل خير يا الله ارزقه البطانة الصالحة يا الله قو عزيمته يا الله اللهم أعنه ولا تعن عليه وكله ناصرا ومؤزرا اللهم صلواتك وتسليماتك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين